باسيرو كاندي، بطل غينيا بيساو محقق الأحلام. في الأفلام دايماً بيظهر البطل في عز أزمتك وينقذك، ولو اختارت غينيا بيساو بطلها هيكون باسيرو كاندي. كاندي تولى تدريب المنتخب بين 2003 و2010، وكان دايماً مشوارهم بيقف عند نص النهائي في بطولات غرب أفريقيا. لكن على العكس تماماً، كاندي كان من أبرز المدربين المحليين في البلاد، وحصد 9 ألقاب للدوري، منها 5 متتالية و5 كأس و5 سوبر. كمان درب بعض فرق الناشئين والشباب في البرتغال، وفي 2016 قرر الاتحاد المحلي تعيين باسيرو كاندي في ولايته التانية. وقتها أحد مسؤولي اتحاد غينيا بيساو كشف ليه تم تعيين باسيرو، لأنه أحد المدربين الغينيين القلائل الذين حصلوا على المستوى الرابع ولخبراته مع المنتخب في الولاية الأولى. من الأساس غينيا بيساو تاريخها مع كأس أمم إفريقيا مش موجود، لأنهم ما شاركوش قبل كده. رحلة كاندي مع غينيا بيساو ما كانتش سهلة، المنتخب كان الأخير في مجموعته في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا سنة 2017 بنقطة واحدة. حصد 10 نقاط في 4 مباريات وضمن التأهل قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات، وعلى حساب زامبيا وكينيا والكونغو. رحلة كاندي وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2017 وصفها بالحلم، ورغم أنهم خرجوا من دور المجموعات إلا أن حلم كاندي موقفش، وقدهم مرة تانية للتأهل لأمم إفريقيا سنة 2019. زامبيا كانت وش السعد مرة تانية، وفوز غينيا بيساو على الرصاصات النحاسية كان سبب مباشر في تأهلهم للبطولة اللي أقيمت في مصر. وقتها من سعادته أغمى على باسيرو عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، ورغم أنهم برضو خرجوا من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019 إلا أنه حاول مرة تانية، والنتيجة تأهل ثالث على التوالي لكأس الأمم، وكلهم مرتبطين باسم باسيرو كاندي. في تصفيات كأس الأمم 2022 غينيا بيساو احتلت المركز الثاني خلف السنغال، وحسمت تأهلها على حساب منافسها المباشر الكونغو. كاندي بيفضل اللعب بخطة 4-2-3-1، وفي أوقات بيستخدم خطة 4-3-3 أو 4-1-4-1. وفي كأس الأمم غينيا بيساو مش هتكون مع الكاميرون في نفس المجموعة زي ما حصل في 2017 و2019، وهيكونوا في المجموعة الرابعة اللي بتضم مصر ونيجيريا والسودان. وهنا ممكن تكون الفرصة مواتية لكاندي ليحقق طموحه وإنجاز جديد للكرة في غينيا بيساو لو تأهل لدور الـ16. المميز في الأحلام إنها بتخليك تبص لبعيد وغير المتوقع، عشان كده باسيرو جدد مع المنتخب لـ 2024، وحلم باسيرو كاندي الأكبر هو التأهل للمونديال، ليظهر للعالم أن غينيا بيساو لديها إمكانيات وقابلة للحياة.